الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين في البليندنج. آخر شيء كنا نحكي عنه اللي هو سيب أناليسيس، بعدين حكينا عن البليندنج. بدنا نرجع نتذكر إنه لما نحكي سيب أناليسيس في هذا البروسيس كان في عنا تو أبروتشز. إن ذيس أبروتش اللي احنا شايفينه هذا كان عنا إيش؟ إنه في عنا ستوك بايز، هذول اللي هم من وين؟ ناتج من الكسارة. حكينا الكسارة لما هالجبل الروكس الكبيرة بتكسرهم حتوزعهم لستوك بايز. هذا الستوك بايز حيكون فيهم اجريجيت وذن حجم معين، تو سيفز وذن ثري سيفز، اتس ديبينز على الكابابيلتي تبعيت هاي الكسارة. هسه هذا الستوك بايز، هذا اللي فيه الاجريجيت، الانترست تبعنا نحن جيت الجراديشن له، فحنعمل السيف اناليسيس. الستيبس ناخذ عينة، سيب اناليسيس تيست جراديشن والكالكوليشن، بعدين بيطلع معنا هذا الجراديشن. هذا الجراديشن حيكون لايش؟ لهذا الستوك باي. طيب، وحكينا كمان عن اللي هو البيكس اللي هو البرفورمانس كريتيريا او الابر واللور ليميت او السبيسيفيكيشن ليميت. حكينا هذول سم تايمز ان احنا الجراديشن اذا كان بيعبر من مناطق معينه حيعملنا مشاكل، فبالتالي احنا وي نيد تو ميك شور ان الجراديشن اللي احنا نختاره within high zone. هسه هاي السبيسيفيكيشن ليميت احنا اخترناهم بيز على خلينا نحكي للاور للريسيرش، فحكينا والله اذا كان في عندك كورس اجريت كثيره ممكن يصير عندنا ايش شو سميناها سيجريجيشن، فبالتالي حطينا ليميت على الابر ليميت وهكذا. طب المشكله وين بتصير؟ انه الاجريتس الموجودين بالسوق هاي الجراديشن لهم، هذا لهم سمسمية عدسية حمصية، واللي هذول كل واحد فيهم ايش؟ ستوك باي. بس فعليا الليمتس اللي انا بدي اياها ايش؟ هاي. هسه ويتش وان من هذول حيحقق اللي هاي الليمتس؟ ويتش وان؟ لو اخترت واحد فيهم ولا واحد. يعني اكشلي هذا شو سمى هذا الجراديشن شو هو؟ هذا ذيس وان سنجل سايز. هذا سنجل سايز، بس اللي احنا بدنا اياه فوق شو هذا؟ ويل جريد. فبالتالي يجي من هذا البروسيس اللي هو عمليه البليندنج. البليندنج الهدف منه ان احنا نعمل نخلط نختار اكثر من جراديشن بحيث نكون عندنا البليند او الكومبايند جريدنج حسب ما يسميه الريفرنس ميت الكريتيريا اللي احنا بحاجتها. هذا البروسيس تبع البليندنج. طيب ف اوكي طيب هسه بالنسبة للبليندينج فحكينا حيكون عندنا مثلا like this one، هاي ستوك بايز، هذا ستوك بايل A، هذا ستوك بايل B. اللي احنا بدنا اياه الان حيكون في شيء نسميه بليند. هذا البليند ميت الكريتيريا. هسه عملية تكوين البليند هاي ان حناخذ نسب من كل واحد فيهم، فحناخذ نسبة من A وحناخذ نسبة من بي. طيب هسه الاكزامبلز اللي راح نشوفهم حنكون عندنا ديفرنت اكزامبلز. اول شيء لما يكون عندنا تو ستوك بايز، بعدين لما يكون عندنا ثري ستوك بايز، بعدين نروح ناخذ ريال كيس ستادي لعمليه الاجريجيت بلندنج. هسه نفهم الايكويشن كانت قبل اللي هي اي سمول زائد اي كابيتال وهكذا، لا غيرنا لكم الصيغه حنفهمهم اكثر. طيب هسه في عندنا ستوك بايل اي وفي عندنا ستوك بايل بي. هسه اللي احنا بدنا اياه بدنا ناخذ فراكشن من ستوك بايل A وفراكشن من ستوك بايل B. فحنحكي مثلا انا حاخذ 20% من ستوك بايل A والباقي حيكون من ستوك بايل B واللي هو حيكون 80%. طيب فانا بحكي كانه البلند تبعي او الخليط حيكون 20% مكوناته جايه من جبل A او ستوك بايل A و80% جايه من ستوك بايل B. هاي النسب هاي اللي هو الفراكشن، فكانوا بنحكي هاي ذيس از فراكشن تبعت A وهاي ذي الفراكشن تبعت B. فقديش جزئية A وجزئية B؟ واضحة؟ طيب هسه هذه النسبة فعليا حنضربها او تتكرر لكل سيف. هسه انا حاخذ 20% من كل هذا الاجريجيت او من هذا الستوك باي، ففعليا حتتكرر لكل سيف. اذا بتطلعوا هون فالبي بليند هاي انا بحكي هون
هي عبارة عن اف اي زائد اف بي اف سي وهكذا على العدد اللي هم الستوك بايز الموجودين. فالاف اي والاف بي اللي هم قديش هذول؟ اللي هم النسب اللي احنا اخذناهم الفراكشن. في حالتنا كانت هاي 20% وكانت هاي 80%. طيب هسه الاي اللي هو او بي سي اللي هم ايش هذا؟ ريفير لايش؟ للستوك باي اللي احنا نتعامل معه. فعندنا ستوك باي الاي بي اذا كان فيها 3 4 5 وهكذا نرقمهم. هسه البي هاي اللي هي البيرسنت باسنج. الاي هو كانه احنا بنعمل لكل سيف حنطبق هاي النسب. فلما نحكي حكينا قبل شيء 20% من اي من كل سيف سايز حاخذ 20% مكونات تكون من وين جايه من اي و80% جايه من بي. فالاي هون هو عباره عن عداد لعدد السيفز. يعني لو حكينا مثل هذا الجدول، هذا الجدول معروف بالنسبه لنا اللي هو اجريت جراديشن. هذا السيف سايز او سيف نمبر، هون الستوك باي اي والستوك باي بي، هذا الجراديشن لهم 100 72 54 وهكذا بيكمل الجدول الاسفل. الاي هون فالاي مره تساوي 3 على 4، الاي تساوي نص 3 8 وهكذا. واضحه لحد هون؟ واضحه. طيب هسه الاي والبي هذا الارقام اللي هم 100 72 54 هذا الجراديشن لها للستوك باي الاي والجراديشن للستوك باي البي، واللي احنا جبناهم عن طريق ايش؟ كيف جبناهم؟ سيف اناليسيس. احنا عملنا سامبل لهذا الستوك باي وعملنا اناليسيس. طيب الفكره كالتالي، الايكويشن هاي البيرسنت للبلند كامل هي تساوي البيرسنت لكل ستوك باي ضرب الفراكشن تبعته. ففعليا هون لو انا بدي احكي عن هذا السيفز اللي هو اي تساوي 3 على 4، كانوا بحكي البيرسنت للبلند للسيف 3 على 4 انش حتساوي قديش جاي من اي ضرب البيرسنت باسنج اللي جايه لهذا السيفز من اي زائد البيرسنت فريكشن او من بي ضرب بي. عفوا 3 على 4 واضحه. فكانه احنا قديش فراكشن من اي على الباسنج وهكذا. في حالتنا هون اللي هي البوينت 2 هاي هاي ضرب 100 زائد كمان بوينت 8 ضرب نعم لا 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 الثلاثة على أربعة هو عداد بس انه يحكي لنا اي سيف اللي شغالين عليه. الاي هاي 3 على 4، هون الاي شو حتكون؟ نص. خلينا امسح هذا. لا 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 هو بس عداد. هسه اللي نحكي العداد النص هون، ها هاي هو بس ان الايكويشن هاي حتى بس نفهم شو قاعدين نعمل. كانوا بنحكي البيرسنت للبلند كامل لهذا السيف اللي هو نص انش حتساوي الفراكشن تبعت اي ضرب البيرسنت باسنج لاي لهذا النص انش زائد البيرسنت الفراكشن عفوا لبي ضرب البيرسنت باسنج للنص انش. هذا هو بس عداد انه بيحكي لنا احنا شغلنا على النص انش. تمام حتى لو ما كتبناه تسكي بس انه نفهم شو اللي قاعدين نعمل. فهي حالتنا حد يساعدني فيها؟ حتكون بوينت 2 زي ما اتفقنا ضرب 72 زائد 0.8 ضرب المجموع تبعهم حيعطينا قديش البيرسنت باسنج لايش؟ للخليط كامل اعتمادا على النسب اللي انا اخترتها اللي هي 20% وال80%. هاي اللي احنا بنطلع شو هذا الرقم؟ اللي هي البيرسنت باسنج للبلند للخليط كامل لهذا السيف اعتمادا على النسب اللي احنا طلعناها. واضحه؟ اي سؤال لحد هون على هاي؟ واضحه؟ طيب هسه هون البي بلند نص انش شو هاي؟ شو معناها؟ شو فهمت منها لحد الان انت؟ هاي بيرسنت بلند شو بتمثل؟ هذا السيف ممتاز. هذا السيف نفسه كم موجود من A وكم موجود من B أو كم يجيني اعتمادا على النسبة اللي أنا حددتهم بالضبط قديش حيجيني من A وقديش حيجيني من B. طب حد يقدر يساعدنا في هذا؟
هذا حيكون مثلا 100 هون، هاي الكالكوليشن قديش حتطلع؟ هاي 94 و4. هاي 194 و4، هاي هو الجراديشن صار للخليط اللي انا اخترته. يعني اول اشي خليط اي، خلينا انا بحكي عن النص انش، ها تابعوا معي في النص انش، خليط النص انش على سيف النص انش، جراديشن ستوك بايل اي كان هو 72% بس، ستوك بايل بي 100%، اعتمادا على النسب اللي انا اخذتها اللي هي اخذت 20% من اي و 80% من بي، قديش صار الكومبايند؟ 94. فهذا هو الكومبايند جراديشن اعتمادا على النسب اللي احنا عملناه. وضحت ولا نعمل اللي تحتها؟ نعم هسا يس، هسا تقدر تسمي التارجت تبعنا. هسا شو التارجت؟ شو ديفاين للتارجت؟ انه احنا بدنا نختار جراديشن ان يكون هذا الجراديشن ايش ماله ضمن الليميت. فبالتالي كانه اول قراءه كانت ال100 هون اللي هو الكومبايند جراديشن، هاي ال94 هاي هون صار مثل السيف الثاني وهكذا. انا على بروح عندي بالضبط. آه. بس موضوع الويتش اللي انت خلي حكيت عنه هذا اشي ثاني، خليه بعدين نحكي عنه. واضحة اللي قاعدين نحكي فيه؟ اه طيب. هسا شو حكينا بالنسبة للستوك باي زي الجراديشن، شو مشكلتهم؟ يكون فيه ايش؟ لا يكون فيه نوع معين، حجم معين من الاجريجيت. يعني مثلا السمسمية حيكون فيه حجم صغير، الحمصية حيكون حجم اكبر وهكذا. فاحنا ليش ناخذ كومبليندينج؟ احنا ناخذ نسب منهم حتى نعمل هذا الويل جريدد كامل. طيب هنشوف الاكزامبل الثاني حنحله بالتفصيل. هسه بس سؤال، بس ملاحظه اخيره قبل ما نمشي للسلايد اللي بعدها، انه الفراكشن البيرسنتج هاي مجموعهم قديش لازم يكون؟ 100%. متفقين على هاي. طيب هسه السؤال مثلا هذا الاكزامبل، ها هذا الاكزامبل الثاني او اول اكزامبل، انه في عندنا تو اجريجيت، عندنا اجريجيت اي واجريجيت بي، والجراديشن لهم مبين في اللون الازرق، واضح؟ هاي هذا اجريجيت اي وهذا ستوك بايل بي وستوك بايل اي. الجراديشن لكل واحد لهم اللي في اللون الازرق. هسه المطلوب منا بدنا نعمل بلند، هذا البلند فعليا بده يكون ضمن هاي المواصفات، ها في المنطقه هاي ما بين الخطين الحمر الموجودين عندنا هون اللي هي هاي اللي هم السبيسيفيكيشن ليميت. تمام. طيب هسه لا عفوا، هاي خلينا نحكي كذا، هاي هذا الجراديشن تبع بي وهذا الجراديشن تبع اي، وهذول اللي هم الابر واللور ليميت، هذول الاحمر، واضح؟ طيب اذا صوت المكيف مزعجكم نطفيه اذا مش مسموع صوتي. طيب اوكي. طيب هسه السؤال، هذا الموجود المطلوب بدي انا مواصفات اختار خليط يكون ما بين الخطين الحمر هذول، ليش؟ حسب ما اتفقنا سابقا. خلاص وضحت هاي. هسه لو اخترت اي لحاله بيزبط؟ لا. لو اخذت بي؟ لا. هسه يجي شغل البلندنج، شغل البلندنج اللي احنا بندور عليه نجاوب على هذا السؤال، قديش بدي اخذ من اي وقديش اخذ من بي بحيث يطلع معي جراديشن، هذا الجراديشن يقع بيناتهم بغض النظر وين مكانه، بس طالما انه محقق المواصفه يتسكي. هذا اي واحد فيهم This is a combined gradation. واضحه؟ طيب فالسؤال اللي احنا نعمل نحاول نطلعه، قديش الاف اي، عفوا قديش الاف اي وقديش الاف بي، قديش انا بحتاج اخذ اف اي واف بي حتى احنا نعمل البلند تبعنا يكون مطابق للمواصفات. واضحه لحد هون؟ اه حمزه في حد عنده اي سؤال لحد هون؟ طيب هسه عمليه اختيار النسب، هاي النسب عاده بنجيبه عن طريق الترايل اند ايرور، ما فيش يونيك انسر حل ثابت لهم خلاص لازم 20، لا
انت از ديزاينر نرجع لعمار التارجت جراديشن لازم يكون وذن ايش الليمت بغض النظر شو هو يكون ويل جريدد ويعبر داخل هاي الليمتس اللي هم الخطين الحمر. فاجابه واحد دقيق او اجابه واحده لهذا السؤال لا، اتس ديبينز تعتمد عليك از ديزاينر. هسه كيف تقدر توجدهم البروسيس ترايل اند ايرور، ظلك تحاول تقول مره ناخذ 20% من هذا ناخذ 30% وهكذا حتى تصل للحل المناسب اللي هو متى احنا نعرف ان احنا وقفنا او وصلنا للجريديشن المناسب لما يكون الكومباين بين الخطين. هسه في حاله انه كان عندنا تو جريديشن هاي الحاله فممكن احنا نعمل كالكوليشن بحيث انه فعليا نقدر نصل لاجابه، يعني طالما انهم بسيطين. هسه حتى نفهمهم، هسه لو انا هون هذا الخط الاسود رسمت لك اياه فرضا انه هذا اللي هو الكومباين ديجريديشن اللي احنا يعني ندور عليه واللي هو ما بين الخطين. هذا الجريديشن حسب التصنيف اللي عملناه هو عباره عن سنجل يونيفورم، شو هو حيكون ويل جريدد. فيعني ويل جريدد شو معناته؟ كل احجام فيه. طيب ممتاز. طيب حتى نفهم شو النسب اللي بدنا اياهم لازم نفهم شو الجريديشنز الموجودين عندنا. هسه لو طلعنا على الجريديشن اي او ستوك بايل اي هذا الجبل اللي هون بدي اشوف شو الاجريجيتس الموجوده فيه. هاي جراديشن اي للتوضيح اساس انكم ما تخربطوا في الرسمه، احنا رسمتنا كانت بالضبط هون السيفز من الكبير باتجاه الصغير لليمين، احنا كنا نعمل العكس. It doesn't matter. كمان different methods حتى احنا نعبر عن البيانات ما فيش مشكله. هسه لو تابعنا ستوك بايل اي هاي الارقام هاي هون 100% هاي 72 هاي هي البيرسنت باسنج على هذا السيز. واضح لحد هون؟ متابعين معي؟ طيب شو نقدر نفهم عن هذا الستوك بايل بيز على الانفورميشن الموجوده عندنا هون؟ مين يقدر يطلع لنا اي معلومه يفهم منه؟ شو نفهم عن الاحجام احنا؟ يس تفضل. ماكسيمم سايز 3 ارباع انش. غيره؟ السلام ورحمه الله عليك. هلا مهندس الله يعطيك العافيه. بس طبعا افكروا لي فيهم اثنين. احكوا لي ساعدوني. طيب يس تفضل. على كيف نسيت الكورس اجري تحكي لي كيف طلعت لها؟ 100% ايش هي 26%؟ ممتاز. ارجع ابني معلوماتك من اول. سيف نمبر 4 احمد صح؟ احمد يحكي لكم سيف نمبر 4 هو كان الكي سيف ما بين ايش؟ الكورس والفاين. فالبيرسنت ريتيند على الكورس سيف نمبر 4 شو حتعطينا؟ الكورس اجريت والبيرسنت فاين او البيرسنت باسنج عفوا الفاين. فكأنه هذا الجراديشن على سي نمبر 4 قديش حيكون 26% باسنج. فأغلبيته ايش ماله رجع على سي نمبر 4 فأغلبية هذا الستوك بايل ايش حتكون كورس اجريجيت صح. طيب نشوف على الاذر سايد ستوك بايل بي. شوف عند الأربعة قديش الباسنج 96%. 96% من هذا الجبل فاين باسنج هذا سيف نمبر 4. ففعليا هذا كورس وهذا ايش؟ فاين. كورس وفاين اذا خلطتهم اخذت نسب منهم حيعطيني ايش؟ الجريديشن تبعنا. تخيلناها؟ وضحت لحد هون؟ طيب. اي سؤال لحد هون؟ طيب. هسه الفكرة كالتالي بس حتى نفهم هاي الكالكوليشن انا حجبر حنحل في طريقة ماثماتيكس حتى نوجدهم طالما انه عندي تو جراديشن فسهل احنا نوجد هاي النسب. الفكرة كالتالي عندنا المعادلة هاي البيرسنت بلند لاي اللي هم السيفز تساوي فريكشن اي البيرسنت اي زائد فريكشن بي في بيرسنت بي اللي احنا بدنا نوجد فريكشن اي وبي. كم متغير عندنا؟ 2. هسه معلش خليني بس
شباب هذا غير الكلام. هسه الاي هيهم الاي هذول ثلاث ارباع، ثلاث اثمان، اربعة انش، ثمانية وهكذا. هسه معلش الرقم 26 هذا اللي هو البي اي فور، وهذا الرقم بي بي فور، واضحة؟ ففعليا هاي الارقام بالنسبة لازل بيرسن تبع بي وايه معروفين انه ولا لا معروفين، والبيرسنت البليند هاي اللي احنا بدنا اياها. طيب هسه الاف اي والاف بي لحد الان احنا المعلومه الوحيده اللي بنعرفها عنهم انه الاف اي زائد الاف بي 100. فعليا عندي متغيرين حتى احلهم كم معادله بدي؟ بدي ثنتين. هاي عندي واحده، بدنا نطلع المعادله الثانيه. طيب ايش هو؟ علي صوتك يس. ايوه ممتاز. اي كمل تفضل كمل. ممتاز ممتاز. فهذا اللي حكاه خطاط هو اللي حنعمله فعليا. احنا حنحكي والله هذا البلين تبعنا، هذا البلين، وانا حمشي بالحل اللي هو موجود معكم في السلايدات بحيث لو ترجعوا ما تخربط عليكم الحل. والله حنفرض انه البلين تبعنا حيمشي في الميد رينج ما بين المواصفات، هاي المواصفة، فهو حيمشي في المنتصف تبعهم. طيب يعني اذا كانت المواصفة ما بين 90 والـ100 الخط تبعنا حيمشي قد وين؟ عند 95. فهذا اللي نحكي عنه. هسا خطاط وحكى لكم نختار اي عند اي اي وناخذ السيومنج اللي بي بلند. يعني مثلا انا بدي اخذ عند الاي اللي هي تساوي 8 هاي. ففعليا البلند تبعي حيمشي من هاي النقطه اللي انا عم بوجد معاي هاي النقطه. طيب هسه المواصف عند النقطه هون قديش تقريبا؟ 43. هاي يا اخوان هاي 50، هاي 50 و52. تأكدوا لي معكم في السلايدات حتى أوجد النقطة الصاد. النقطة الصاد هي منتصف النقطتين الحمر ما بين الأبر واللور. الأبر هاي قديش حتكون هاي؟ 50. في عندكم قديش؟ بس ما تتخربط ما بتأثر على الحل. قديش عندكم في اللس؟ طيب 50. أوكي 50. طيب هاي 50 وهاي 36. ففعليا كاني انا بسيوم انه الجراديشن او البلند اللي انا حختاره حيمشي من النقطه المنتصف بيناتهم. نقطه المنتصف 50 زائد 36 على 2 86 على 2 43. فكان النقطه السوداء هاي قديش؟ 43. واضحه لحد هون؟ فكانه بحكي لو انا بدي اعمل اناليسز لهاي النقطه السوداء لهون بحكي البي البلند عند اللي هو نمبر 8 يساوي قديش؟ 43. تمام؟ واضح لحد هون يا شباب؟ طيب هاي نرجع نعوض في الايكويشن. بي بلين شو بتساوي؟ الاف اي في البي اي النص زائد الاف بي في البي بي عند النص. الاف اي هذا اللي احنا بدنا اياه. البيرسنت باسنج اي عند النص قديش؟ هاي عند 14. انا قاعد اشتغل ايش؟ القراءات اخذها على الخط الاصفر. هاي القراءه السوداء اللي في الاسود اللي هو البلند. هسه قراءه اللي هي البي اي اللي هي ال 14 هاي ضرب 14 زائد الاف بي ضرب البيرسنت باسنج 7 8 7. هاي هاي ايكويشن 2 والايكويشن الواحد موجوده معادلتين بنحلهم يطلع معانا اللي هو الاف اي والاف بي. والا انا حاملكم اياهم هون فتطلع الاف اي 6% او 60% والاف بي 40%. واضحه لحد هون؟ طيب احنا عملنا عند هاي النقطة، ممكن تعمل نقطة ثانية عادي ما فيش مشكلة، تعمل اسامبشن ثاني ما فيش مشكلة.
لهي الحالة معادلتين ما بتكفي. بتكفي. ليش؟ لأنه في عندك المعادلة الثانية جاي من هون ولا لا؟ ومجموعهم لازم 100، وعندك المعادلة اللي أنت عملتها من نقطة واحدة فخلاص معي؟ طيب أيوة خليك شوف. ففعليا كأنه بنحكي هسا إنه إذا أخذت 60% من A و 40% من B حيعطينا بلند فعليا مطابق للمواصفات، أو فعليا لازم يمر من منتصف المواصف. هسا أجين هذا كله ترايل أند إيرور، ما زبطتش عادي، بترجع تعمل البروسيس، تعمل فاين تولينج لإيش؟ للأرقام اللي أنت أخذتهم. اللي حنعمله إيش هسا؟ النسب اللي إحنا اخترناهم حنروح نعوضهم حتى نطلع الإيش؟ الكومبايند جريد. طيب هذا التيبل عادي، ارجع بحكي اللي احنا بدنا اياه انه الجراديشن يكون ما بين الليميتس بس بغض النظر. عادي كله صح صح، طالما انك انت وثين الليميتس ما فيش مشكلة. هسه بعدين لما نعمل الاناليسس ممكن انه والله الجراديشن هذا يعملنا مشاكل، نعمل نعيد خلينا نحكي ترتيبه، بس at this point خلاص احنا طالما احنا within the limits ما فيش مشكلة. طيب هسه كالتالي المعادلة تبعتنا كالتالي صارت، طلعنا ال FA وال FB. ال FA اللي هي 0.6 وال FB 0.4. ال I يا شباب ايش هذا؟ العداد تبع السيفز، فمرت ال I هي تساوي هون 3 على 4، هذا اللي هو ال I. هسه كالتالي المعادلة كالتالي، هون ستوك بايل A، من هون حجيب اللي هي البي A، وهذا ستوك بايل B أو الجراديشن ل ستوك بايل B. المعادلة كالتالي حعوضهم من هون، البي البلند ل 3 على 4 حتساوي ال 0.6 ضرب 100 ايات ال 100 اللي جاية من A زائد ال 0.4 ضرب ال 100 اللي جاية من B، واللي حتكون 100. طيب ناخذ مثلا تحت هاي البي بلند للنص انش، البيرسنت باسنج للبلند تبعنا عند نص انش تساوي 0.6 ضرب 72 زائد 0.4 في 100، واللي حتساوي هاي 83 فصل. هاي الارقام اللي انا بطلعهم هذول ايش هم؟ البيرسنت باسنج للبلند اعتمادا على النسب اللي انا اخترتهم اللي هي 60% 40%. طيب لو كملت الكالكوليشن هاي الارقام، هذا ايش هم الارقام هذول؟ شو يمثلونا؟ اللي هو الجراديشن تبع البلند اعتمادا على ايش؟ على النسب اللي انت اخترتهم. طيب زميلتكم هون اختارت 40 عفوا 45 في 55%، ما فيش مشكله حيطلع جراديشن ثاني، ولكن السؤال هل هذا الجراديشن محقق للمواصفات ولا لا؟ هسه لو رسمناه هذا هيو هون اللي هو هذا في البيربل، هيو هون هاي هاي احنا وثن الليمتس ولا لا؟ وثن الليمتس خلاص. فبالتالي نقدر نحكي ستوك بايل A خذ منه 60%، ستوك بايل B خذ منه 40%، واعتمادا على هاي حيطلع معنا الكومبايند جراديشن مطابق للمواصفات او ويل جريد. واضحه؟ يس. لو انا اخذت الارقام طلعوا معي ارقام غير اللي اخذتها من الثانيه، وشرط انه يطلع لازم تكون مطابق للمواصفات. هسا اذا ما مطابقين ما بقدرش نكمل لبعدين بالخطوه اللي بعدها. الفكره كالتالي، ليش يعني مش مطابق؟ ما احنا حكينا اذا تعدينا المواصفات حيكون في عندنا مشاكل. ما طلع، طلع مثلا معاك الجراديشن زي هيك. معلش طيب زميلتكم تحكي، خلينا نغير الكلر هذا. ان عملت كومبايند جراديشن وطلع الجراديشن لايك ذس وان، هون في هاي المنطقه ايش ماله؟ هون مش باس صح؟ في مشاكل. هسه حنعمل توني. هسه مثلا لو هاي المنطقه هون
هاي فيها شو بدك انت تزيد الكورس ولا بدك تزيد الفايم حتى ترفعه؟ زيد الفايم. حزيد نسبة بي ولا اي؟ بي وهكذا. فاذا كنت مخذ من بي 40% قول لا بدي ازيد بي خليه 45% في 55% حتى نظبطه وهكذا. ترايل اند ايرور حتى نضل نوصل للايش؟ للاجابه اللي احنا بدنا اياها. واضحه؟ لا لا مش شرط. لا 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 يعني لازم على كل سي نروح نقيس هذا. هسه ذس از لايك انيشال اسامبشن. طلعنا الارقام هذول رسمناهم مثلا الحاله اللي حكت عنها زميلتك هي ما زبطت هون نرجع نعمل انذر اجس وهكذا نعمل ادجستمنت. الاكزامبل الثاني حيوضح لنا اياهم افضل هذا اللي قاعدين تحكوا فيه المشاكل هاي. هسه هذول فعليا ستوك بايل اي وبي ستيل هم فاين كورس اجري جراديشن بس مش هذا اللي احنا حنشوفه بالسوق او بالافيلبل لنا. هذولك يونيفورم. ايش معنى اليونيفورم؟ حيكون ما بين سيفين لحالهم لسه ايش معنى حناخذ اكثر من ستوك بايل. طيب لحد هنا هذا الاكزامبل واضح؟ اه واضح الاكزامبل؟ واضح موضوع الفريكشن؟ اه الكالكوليشن؟ طيب القس ترايل اند ايرور. طيب ناخذ حاله شوي ها اصعب شوي. يكون عندي 3 ستوك بايز فمثلا كالتالي في عندنا هذول الستوك بايز الثلاث اللي هو M78 سكرينينج والسام. الهدف ذا سيم ما تغيرش هدفنا انه احنا نختار بلنت منهم يحقق اللي هي المواصفات واللي مبينه معنا في المنطقه الزرقاء هاي. هسه اي واحد فيهم بحققهم اه زميلاتنا اللي هون لا لا السكرينينج اذا تبعتوني ورا السكرينينج اللي هو هذا الخط الازرق هذا في اغلب المناطق اموره تمام. وين في عنده مشاكل؟ فوق صح. طيب ممتاز اوكي. هسه لو سؤال حكيت لكم which one من هذول الستوك بايز هتعتمدوا از الاساس لتشكل البلند سكرين فبحكي انا اوكي انا هاخذ نسبه كبيره من سكرين وحصير اضيف من الثانيين حتى ميت اللي هي ريكويرمنت اللي انا بدي اياها. طيب كالعاده زي ما عملنا قبل شوي نفهم ايش هو الجراديشن الموجودين معانا. يعني لو رحنا على الان 78 هذا اللي هو في اللون الاحمر ايش ماله؟ هاي السيف سايز فوق بيرجع وين؟ هذا اي سيف هذا؟ نمبر 4. الباسنج سيف نمبر 4 قديش؟ الباسنج سيف نمبر 4 عفوا انا 12 انا عفوا 8 12% عفوا هاي انا خربطت 12% فاغلبه ايش ماله يرجع؟ الساند هذا ايش ماله؟ هاي على الباسنج نمبر 4 قديش تقريبا؟ تقريبا 100% او 99% فهو عباره عن ايش؟ اغلبه فاين. طيب السكرينينج هو عباره عن كايند ايش ماله؟ ويل جريدد كله في الاحجام كلهم تقريبا ما عدا ايش؟ الكورس صح؟ يعني هون شايفين فيه تقريبا كلهم ما عدا الكورس. طيب الفكره كالتالي هسه بدنا نختار نسب من اذا بدك تسميهم هذول اي هذا بي هذا سي بدنا نختار الاف اي الاف بي والاف سي بحيث انه الكومبايند جراديشن يكون في المنتصف. هسه هل انا مضطر استخدمهم الثلاث؟ لا لا الافيلبل يو كان يوز ات. طيب هسه السؤال كالتالي اقتراحاتكم اه ساعدوني فيه باش حنبلش. يا سي عمار تفضل علي صوتك معلش. نحتاج ازيد كميه الكورس لاي جراديشن؟ سكرين. فكانه انا حبلش السكرين هذا السكريننج هو الاساس تبعي. يعني بدل 100% سكريننج حصير انقص كميه سكريننج واعوضه في شيء ثاني. هسه لو اخذنا سكريننج لحاله
حيطلع معنا هذا الخط الأزرق 100% من سكرينينج، حيطلع معنا اللي هو الخط الأزرق الثاني. هسا قديش أنا بدي أنقص من هاي النسبة وعوض من اللي هو واحد من الجراديشن المتبقيين بحيث إن الكومباين بحقق اللي هو المواصفة اللي إحنا بدنا إياها. طيب السكرينينج، المشكلة وين السكرينينج طالع؟ في الكورس أجريج. لو أخذنا الساند حيساعدنا فيها؟ لا. ليش؟ فاين. ففعليا في this time إنه الساند ما فيهوش أي فائدة. لو أخذت 50% 20% 30% whatever النسبة عمره مش راح يساعدك. ليش؟ في مشكلة وين؟ الكورس أجريج. فبالتالي ليش حمالة حنروح على أي جراديشن؟ اللي 78. طيب هسه اقتراحاتكم، اي فكره حتى نطلع النسبه؟ هسه عمليه التجريب هاي اوكي، بروسس ماشي اموره تمام، ما فيهاش اي غلط اللي حكيته. تروح على اكسل وظلك تجرب هاي الارقام حتى الكومباين تبعه بيطلع بيناتهم بس. ولكن خلينا نحاول نفكر مع بعض قديش، او يعني ناخذ لايك انيشال جيس بحيث يسهل علينا عمليه الحل. يس يس. يعني زميلتكم تحكي انه كانه هذا الساند مش موجود بالضبط، هي عندك A و B ونحاول نوجد نسب منهم، صح؟ تمام؟ فهمت علي شو بتحكي زميلكم؟ اه طيب السؤال كالتالي، اي نقطة من هذول او اي سيف فيهم حتختار حتى تعمل عليه الاناليسيس؟ ليش بتعمل على هذا مثلا؟ حتعمل وين؟ في الواحد اللي فيه مشاكل، حتروح لي هون يا تقول لي على الأربعة يا على الثلاثة ثمان. هذيس بوينت حتروح انت تقول قديش نعمل، حنروح بهذا الكالكوليشن ونعمل لايك انيشال جيس لهم. وضحت الصورة؟ اه اقتراح زميلتكم واضح؟ طيب هسه هذا المثال واضح A و B. تمام هسه هون زميلتك بتحكي انه الساند مش حيساعدنا بجميع منطقة الكورس اجريجيت، فبالتالي انا بعتبر الساند كانه مش موجود. انا بدي اتعامل مع السكرينينج والنمبر 78 كأنه صار عندي A و B، وبدي أحاول أوجد الجراديشن اللي هو هذا يمر وين؟ في الميدل رينج بيناتهم. هسه هذا الجراديشن اللي أنا رسمه في الأحمر المنقط هذا اللي هو الكومبايند أو البلند. البلند هذا بدنا نشكله ما بين الـ N 78 والسكرينينج، فحتصفي كالتالي لو هاي بدي اسميها A وهاي B، فحتصفي ال B blend حتساوي ال F A B A زائد ال F B ال B B. هسا السؤال ال I عند I I عند أي واحد فيهم حاخد حتى أعمل الكالكوليشن، يعني أي نقطة من هذول أو أي C فيهم حعمل الكالكوليشن أو حاعتمد عليه حتى أطلع النسبة. اللي فيه مشاكل يا بتروح على نمبر 4 او على الثلاث اثمان. هذا صح وهذا صح، ولكن في حنشوف ضل نعمل ترايل عند نروح حتى وقس اللي هو النمبر. واضحه؟ نعم. لا لا هسه هذا مش انه في مشاكل، هسه هذا الجراديشن تبعه هيو يونيفورم فالاجريتس الموجوده فيه في هذا السايز بس. طيب واضحه لحد هون؟ اه طيب في السلايد نفس البروسيس. اخذنا عند الثلاث اثمان، عند الثلاث اثمان اعتمادا على الابر واللور ليميت وجدنا انه البيرسن باسنج قديش تقريبا هاي اللي هي 87%. هاي ايش بيرسن باسنج؟ فالبيرسنت ريتين قديش حتكون؟ 13%. وحكى لك كمان
انه عند السيف نمبر 78 قديش الباسنج 60%، فالريتيند 40%. فراح حكى لك تقريبا انا اللي بدنا اياه ان يكون 13% ريتيند و 40% هذا الموجود من الجاي من هذا السيف، فاخذ لايك ريشو بيناتهم. نعم يلا طيب، هسه الجراديشن اللي احنا بدنا اياه اللي هو الكومبايند جراديشن حيمر وين؟ في منتصف الليميت. تمام، هسه انا بدي اعمل اناليسيس تبعي عند نقطه الثلاث اثمان. شو القراءات الابر ليميت؟ قديش هاي القراءه تقريبا؟ قديش هاي؟ يعني 80، وهاي يعني 94. طيب هسه 80 و94، 80 زائد 94 على 2 87. فنقطة ال 87 هي عبارة عن ايش يا صحيح؟ نقطة الميد رينج اللي هي وين؟ في الخط الأحمر، يعني فعليا الخط الأحمر المنقط اللي أنا رسمته هذا، هاي النقطة قديش الباسنج عندها؟ 87، واضحة؟ أو قديش ريتيند؟ 13%، نفس اللغة. طيب بالنسبة لنفس السيفز للجراديشن هذا 78، أنا بقرأ هون عند السيف 3 على 8 هاي النقطة تقريبا بيرسنت باسنج 60، وقديش اعتمده؟ أوكي يعني هو اعتبرها 60. البيرسنت ريتين 40. فحكى لك الميد رينج اللي أنا بدي إياه تقريبا بدنا 13% يكون من الجراديشن تبعنا كورس أجريت أو باس أو ريتيند على الثلاث أثمان. ال 78% تقريبا فيه 40% ريتيند على هذا السيف، فأخذ لك ريشو بيناتهم، فقال لك ال 13 على ال 40 أو على الثلاث أثمان تقريبا هاي النسبة تساوي ثلث، فقال لك أنا هاي أو الأسيومت أز الإنيشال جيسنج تبعي، فأنا حكي وأقول لك أنا حأخذ ثلث من نمبر 78، حأخذ الباقي من إيش؟ من سكرين. واضحة؟ يعني again it's just a different way to look at the data الموجودة معاك بحيث تختار النسب. فكأنه أخذنا الـ FA أو عفواً أخذنا الـ F الآن 78 اللي هي الثلث، والـ F screening كان ثلثين. هسا شو بدنا نعمل؟ والأبل الساند قديش حتكون؟ صفر. شو بدنا نعمل؟ ونعمل الكالكوليشن، نطلع البلند ونشيك. هاي البلند تبعنا. طيب. هون. اوكي. هسا هون مش موجود الكالكوليشن بس مش مشكلة. هسا another requirement. واضح اللي حكيته لحد الآن؟ طيب another requirement بيحكي لك انه لو احنا اطلعنا عند اي سيف هذا نمبر 100 اللي بلين تبعنا وكان يعتمد على ايش في هاي؟ مين اللي يعتمد على ايش؟ على اي واحد فيهم؟ على اي استقبال؟ كسان مش داخل في الحسابات تبعاتنا، على السكرينينج لحاله. فيحكي لك كأنه السكرينينج بعيد عند الأبر ليميت، بدي أنقص نسبة ايش؟ السكرينينج اللي بلين تبعنا بدنا ننزله لتحت بحيث يكون وين؟ في الميد رينج. حتى نعوض في هذا بدي اخذ من السكرينينج او اقلل السكرينينج وضيع اعوض بايش؟ الفاينز. فبالتالي اي جراديشن دخل الساند، فدخلنا الساند هون كمان انذر ايتريشن. عمل ديفرنت ايتريشن، خلينا نشوف لكم فيها. هسا اجين ظلنا نعمل اتريشن حتى وصل لهاي النسب، 60% سكريننج، 22% نمبر 78، 17.5% سان. الجراديشن اللي هو اللي موجود البلين تبعنا اللي في الاحمر محقق للمواصفة محقق،
وعلى الأغلب يمشي أو حاول إنه بيكون وين في الميد رينج، فهو يبتعد عن مناطق الفاين أجريت. هسا ليش هاي فرع نظر ريكويرمنت كمان هو دقق عليها، أوكي. بس على الحد الآن الفكرة إنه إحنا نأخذ فريكشنز مختلفين من الاستكبايز الموجودين عندنا. طيب واضح لحد هون؟ يس. هون الخط الاحمر المنقط اللي هو البيرسنت، الخط تبعنا البليند اللي احنا اسيومنج انه لازم مد وين يمشي في الميد رينج تبعت الليمت. فالليمت اللي فوق كانت 94% في المنتصف، او اللور ليمت كانت 82 او 80%، الرينج بيناتهم 87%. الباسنج باسنج 87% هي مقابل ل 13% ريتين ولا لا؟ وهون بيحكي لك على 78 قديش نسبة الريتين تقريبا؟ الباسنج 60% فالريتين 40%، فأخذ ريشي بيناتهم. أنا بدي 13% يكون ريتين للبلين ولكن الموجود عندي 40%، طب قديش هاخذ نسبة منه؟ أخذ زي ريشي بيناتهم، فال 13 على 40% تقريبا ثلث، فقال أنا هاخذ ثلث البلين حيكون من السكرين من الـ M78. تمام؟ النقطة اللي انتو حكتوها برضو صحيحة، لو عملتوا الإكويشن وطلعت هاي النسب ما فيهاش أي مشكلة، تمام؟ برضو حتعطينا another initial guess حنعمل. يس. هاي؟ اوكي، هون الستاند بدي اسكي. الان 78 يساعدنا نضبط ايش؟ الكورس. امورنا تمام. هسه عندنا مشكله باللي هو الان 200 سيفنج نمبر 200 سيفنج نمبر 5 اللي هم ايش هذول؟ الدست. فبدي يضبطهم. هسه اذا لاحظت اعتمادا على الانيشال الان 78 كله احجار كبار ما فيدناش فيهم، انا بدي انزل السكرينينج لهون، فاستخدم ايش؟ السار. طيب نعم. هون. اوكي. تمام. Which is another guess كمان حكاها زميلكم. إذا تطلعوا هون. اوكي. هاي. هاي الرسمة اللي هون بغض النظر عن الدائرة هاي انسوها. هاي عبارة عن ثلث N 78 و ثلث اللي هي الان 78 والان اللي هو السكرينينج كان ثلثين. هذا البلند. طب قولي هذا البلند مطابق؟ ها همشي فيه انا دي خمسة. هون اموره تمام، هون اموره تمام، ها وثن الليمتس في المنطقة هاي اللي انا ضللها بالاصفر، ايش مال البلند تبعنا؟ خارج الليمتس ولا لا؟ لتحت. شو مشكلته؟ فيه فاين كثير ولا لا؟ مشكلته ما بين اي سيفز؟ ما بين سيف ايش هذا؟ تقريبا سيف 8 وسيف 50 ما بيناتهم. ايش مالوا النسبة هاي؟ بدنا نزيدهم ولا نقللهم البيرسن باسنج؟ نزيدهم. الحل لو ظليت تضلك تغير ما بين الان 78 شو ما اخترت النسب حيساعدك في هذا الرينج؟ لا، لانه مش موجودين اصلا فيه. شو الحل؟ نجيب نخل السان. فجبنا السان بحيث انه نرفع هذا الجزء بالاصفر بيصير وين؟ بهذا البلند. برضه تاخذ انيشال جيس وظلك انت تعمل ايتريشن حتى تصل للاجابه اللي بدك اياها. هون اللي هو الفاينل جيس. تمام تمام. بالضبط. اياته هذا نفس الشيء. هاي الليمت هون، هاي وهاي، هاي الابر ليمت. قديش الابر ليمت؟ اقرئي لي هون. تقريبا 10 وهاي تقريبا 2. 10 زائد 2 على 2 6، فمنتصف النقطتين حيكون 6%. واضحه؟
تمام. طيب نروح على كيس ستادي. الجيب ميكس فورمولا، اتمنى ان تكون دائما موجوده معاكم. الاسفلت، هاي اول صفحه في الجيب ميكس فورمولا اللي هي الاسفلت ميكس ديزاين، اللي هي الخلطه التصميميه فور ايش هذا ويرين كورس هيفي ترافيك. ايش يعني هيفي ترافيك؟ معروفه لنا هسه الاجريت جريديشن او الليمس مربوطين في نوع الطبقات اللي نحن بنستخدمهم از مواصفات اردنيه، حكيت لكم اياها سابقا وحنشوفها هسه. الويرين كورس اللي هم هذول الطبقات، او خليني اورجيكم الصوره هاي احسن. هاي اول طبقه تكون طبقه اسفلت بنسميها السيرفيس اور ويرين كورس. ممكن تكون عندنا طبقه ثانيه تحتيها بنسميها بايندر كورس وبرضو اسفلت، وهنا تحتيها اللي هو الاجريجيت او البيز وسب بيز. لما اذا انت بدك تعمل خليط اسفلت لهاي الطبقه او لهاي الطبقه، المواصفات تختلف باختلاف اللي هو الهدف من هاي الطبقات. فالجوب ميكس فورمولا هي بتتبع لايش؟ للسيرفيس كورس او عفوا للويرين كورس. فبالتالي انا كمواصفات كجريديشن لازم اتبع الويرين كورس. من وين حجيب المواصفات هاي؟ من كتاب المواصفات الاردني. هاي الجيب ميكس ريكويرمنتس، بغض النظر عنهم فيحكي لك ايش؟ This design aims to satisfy the jib mix requirement for ايش؟ wearing course heavy traffic. المواصفات المطلوبة لل wearing course heavy traffic in ايش هون؟ specification for highway and bridges construction 1991 من وزارة الأشغال. هسا لو رحت على وزارة الأشغال هتلاقي عندهم مواصفات فنية. هاي المواصفات الفنية موجود الليميتس لكل جراديشن. هذا التيبل اللي احنا بحاجته. نشوف هذا التيبل شو فيه انفورميشن. هوت ميكس لاير فوق هون ويرينج، وهون باين هوت ميكس اسفلت او هوت ميكس لاير اللي هي اللاير اللي فيها هذا الخليط الاسفلت. اذا كانت ويرينج اللي موجوده اعلى شيء او باين. الكلام تبعنا احنا حيكون على الويرينج. هون ملاحظين في عده مواصفات، اخرهم ايش موجود هون؟ الجراديشن. هذا السيف سايز، وهذا ايش هون؟ الليمت. سيف زي الثلاث ارباع لازم يكون ما بين ايش؟ 90%. النص انش 71.90. فبالتالي لو رسمت هاي الارقام اللي هون شو حيعطونا؟ الانفلوب. طيب نروح، هل هو عمل نفس الاشي هذا الكلام؟ هاي المواصفات وهذا الجدول الموجود في الجيب ميكس فورمولا، حتلاحظوا انه نفس الارقام. هاي النص انش، هاي النص انش 71 ل 90، 56 80، هاي 3 اثمان 35 ل 65 وهكذا. النمبر 8 مش موجود لانه عفوا النمبر 10 ما عليه مواصفه فما دخله في الليمتس. واضح؟ واضح؟ فعرفنا من وين اجت هذا التيبل؟ طيب هسه لو نرجع للتشارت، هاي التيبل هذا استخدموا حتى يرسم اي خط من هذول اللي هم هذول الازرق اللي هم الابر واللور ليمت. طب نشوف هل هو متاكد منهم. طيب ناخذ واحد من هاي السيفز مثلا. هاي السيفز الثلاث ارباع، ثلاث ارباع لازم ما بين ايش؟ 90 و100. هاي اقرا على هذا السيف على الهان الاناليسيس، هاي 90 هاي 100. السيف اللي بعده نص انش ما بين ايش وايش؟ هاي 71، هذا خط ال 70 ها، وهاي ايش؟ اللي 90. فعرفت علي؟ فبالتالي هذول الارقام هي ممثلين بالخط اللور ليمت، وهاي الارقام ممثلين في ايش؟ الابر ليمت. وضحت هسه؟ طيب لو انه عمل شيء والله البايندر كورس، حتلاحظ انه حيروح على المواصفات وحيجيب الجراديشن الخاص فيهم. لو عمل لطبقه ثانيه مثلا هاي اللي هي الاجريجيت الموجوده تحت، حيروح على مواصفات البيز والصب بيز ويطلع الليمتس الخاصين فيهم. واضحة؟ طيب نحاول ننهي في آخر شيء. الستوك بايز ذا سيم بروسيس. هون كم ستوك بايل عنده؟ 5. هون هذول الثلاثة نوع الاجريجيت بازلت، وهذول الثلاثة ميكس ما بين لايم ستون وبازلت. A B C D E. الجراديشن لهم زي ما انتم شايفين. اي مثلا سريعا شو فيه؟ فيه هذا السايز، هاي اي
كله بس 19 وكله يرجع 12 ونص. معناته كله كورس، والحجم الموجودين ما بين 19 12 ونص هذا الموجود فيه بس ولا لا؟ هاي هذول كلهم خلاص عفوا. هذا البيرسنت باسنج، لما نحكي باسنج هون 100% هون باسنج 1%. إذا نسبة الريتين هون صفر هون، ففعليا الحجم لهذا الستوك بايل ما بين 12 ونص و 19. طيب ستوك بايل هذا الحمصية 2 هون صفر نسبة الريتين، قديش اللي هون الريتين؟ 46. هذا 88. هذا الستوك بايل الحمصية 2 فيه من هذا الحجم وفيه من هذا الحجم، صح؟ واضحة؟ هذا اشتغلنا زمان. وهكذا بالنسبة لهم الناعمة في اللي هم الفاينز، إذا بتلاحظ الناعمة كله باسنج نمبر 4. اللي بدنا إياه ترايل أند إيرور، البروسيس اللي شفتوه قبل شوي حتى يطلع قديش النسب من A B C D وهكذا. هاي النسب اللي طلعهم أو اللي اختارهم as a designer، هاي A B C D و A مجموعهم 100. فبالتالي 7% من حمصية، 7.2 حمصية 2 وهكذا. هسا بس بدنا نعمل هاي الكالكوليشن مع بعض، كيف نحن نقدر نطلع البلند حسب الاكويشن؟ هاي A هاي B C D E. البي بلند خلنا نحسب لهذا مثلا او لهذا مثلاً. اوكي لهذا خليه، حتساوي ايش؟ هاي 7% هاي ل A، او خلنا نسمي لكم اياها، هاي هي الاف A اف B اف C اف D والاف E. من وين جاب هذول الفراكشن؟ زي ما تعلمنا انيشال ضل يعمل قسم. كيف طلع الكومباين بليند؟ كالتالي، حتكون الاف اي، او خلينا ناخذ رقم ثاني حتى تشوفوه احسن. هاي هون مثلا الاف اي في البي اي زائد الاف بي 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 وهكذا. ناخذ ارقام سريعا، 7% اللي 0.7 ضرب، انا بشتغل لهذا في 1 زائد 18 اللي هي نسبة B ضرب 11 اللي هي هذا أساس اللي نعم عفوا 07 زائد 21% ضرب 80. إذا حدا معه آلة حاسبة يساعدنا، زائد 21% ضرب 98 زائد قديش يطلع هذا؟ فبالتالي لما هاي الكالكوليشن حيعطينا ايش هون؟ اللي هو الكومباين بلند. فهذا الرقم اللي هو حيعطينا البيرسنت باسنج للبلند لاي سيف اللي هو 9.5. اثنين وسبعين بوينت 43. فاذا رحت انت هون هاي البلند اللي هو موجود في الجيب ميكس فورمان، هاي نفسها اللي هي البي بلند للنص انش، ف 72 او 73 حسب الكالكوليشن اللي انت عملتهم 72، فهي حتكون هذا الرقم. عرفت من وين اجى؟ طيب هذا الرقم اللي هو الكومبايند جراديشن، هسه اعتمادا على القس هذا هل هو مطابق للمواصفات؟ هون يس 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 وهكذا، او روح على الشارت نرسمهم. هسا الخط الاخضر هذا الغامق هو عباره عن ايش؟ الكومبايند جريدنج. هاي اول شيء 100 99 عفوا هاي 100 هاي 99 بعدين 84 72 74 هاي هاي هذا ال 50 هون اللي بعدها 29 او عفوا 47 عفوا هاي 29 هاي 29 هاي 30 وهكذا. هذول النقاط اللي انا برسمهم هذا الايش؟ للكومباين جريد. هل الكومباين جريد مطابق للمواصفات تبعتنا اللي اختاره؟ تمام. ما زبط شو بيعمل؟ يرجع بضل يعيد النسب وهكذا، بيشوف والله عندي مشكله بالفاين بديفاين اكثر، بيروح على اي واحد من هذول
بالضبط بزيد نسبة الناعمة. والله عندي مشكلة بالكورس اجريت بزيد نسبة ايش الحمصية وهكذا، فصير تعمل تونينج بذكاء حتى تصل للنسبة اللي انت بدك اياها بحيث انها ميت الريكويرمنت. هذا اللي هو عمله في الجيب ميكس فورمولا، واضحة؟ فبالتالي من هنا ورايح خلاص نحكي لهم الجراديشن تبعنا اللي هو الكومباين. فما اي كالكوليشن حنعملها بعدين هي حتعتمد على ايش؟ على الكومباين اجريت. واضحة هاي؟ اي سؤال لحد هون؟ اي سؤال؟